ها يا ريس، انا وصلت. في كشك قريب منك؟ اه يا باشا، قدامي اهو. دور جواه. ايوه يا ريس، لقيتها يا ريس. هات وتعالى. حاضر يا فندم، حاضر. يا جنتالة. لا والله يا عزت، ما وصلتش لأي حاجة. أنا مش عارف أعمل إيه، لغاية دلوقتي معرفش عن الواد أي حاجة، لا عارف هو فين ولا يكون جراله إيه. أستغفر الله العظيم يا رب. أه، عارف يا عزت، أنا بفكر أنزل أدور عليه، بس أدور عليه في إيه؟ أوسطك معايا يا حبيبي بمشاكل عيالي، ربنا يخلينا لبعض. أه طبعا طبعا طبعا، لو وصلت لحاجة هطمنك. مع السلامة، برعاية الله يا أخوي. ايوه ايوه محمود ابني. مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ كنت فين؟ ومين اللي عمل فيك كده؟ اقول لك. تعال تعال يا حبيبي. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. براحتك. طب معلش معلش. محمود. بس بس اه راح اتصل بيك كتير قوي. كنت فين؟ هي يا فواز؟ هي يا باشا، اللوحات الاصليه. مش مصدق. أخيرا. طب وأنا إيه؟ أنت هتموت، والحكاية كلها وأعرفها هتموت معاك. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.